والله الحلقة الثانية من إلدن رينج. طبعا في هذه الحلقة أنا ودي إني أذبح ميني بوس اللي هو هذا قدامي النبتة، وبذبح بوس في دنجن قريب منها، وبروح أذبح بوس ثالث ممكن رابع. فخلونا حاليا نبدأ في النبتة الحلوة هذه، أحاول إني أضربها بسرعة بسرعة كذا، بعدين أهرب لأنه راح تضربني الصاعقات دي الحلوة الجميلة. بنزل من حصاني، بحاول اسدد لها ضربه زي كذا بالسحر حقي بسرعه. قاعد تخصم. مره ثانيه. خلاص ذبحت النبتات اللي حواليها. طبعا تعطيني سمثينج شارد اللي هي تطور سلاحي، انا احتاجها، كان عندي وحده الحين صار عندي اثنين. ابغى اجي الان هنا وابغى انقز بحصاني على الدنجن اللي هنا، وبدخل الدنجن بس اكيد راح يطردوني من حصاني. طبعا هذا الدنجن في بوس اول ما تدخل، باختصار هذا البوس يا خوي اذكر الله يا خوي. طبعا هذا الدنجن من الدناجن اللي تعتبر سهله لك، اخذ ليفل فيها، ليفل نفسك، اعطيه حركه السحريه حقتي، انا مره قويه ترى، شايفين؟ مرة قوية الحركة حقتي بشكل مجنون. اروح. هذا ترى حق فارمينج. تقدر تاخذ منه ليفل، يعطيك فلوس، مو ذيك الفلوس الكثيرة ولكنها كويسة يعني. اعطاني الخوذة حقته. بفتح البوابة، يعطيني 1000 نقطة. كبداية لك مرة كويس. ابغى اساعد السورسري هذه، هذه تعلمك السحر. ايه. ابغى استعلميني. Ayan for Glyn Sedder, so you well, نعم. I was exiled as a revived. I still want to learn, نعم. Very well, but I refuse to call anticipate grievances. Study. طبعا اغلب السحر ما اقدر استخدمه انه احتاج انتليجن 10 وانا عندي انتليجن 7، فلو بطور انتليجن راح يضبطني. طبعا هنا يعطوني اغراض، اذا ما خاب ظني يب لباس الساحر اللي الكلاس الساحر. يحتاج اني ارتاح عند هذه عشان يروح مني السم. يحتاج ارتاح عشان يروح مني السم. اللي ما اخذت النبتة اللي تنقذني من السم يعني. فالان ارتحت خلاص. المنطقة الثانية ابغى اروح لها عند بوس ثاني. Let's go روح لها. المنطقة اللي ابغى اجيها اللي هي هذه هنا. بس بحاول اسحب على ذولي. لانه الان بيصير شيء. ايوه زي ما شفتم. اهرب. لاني انا ما ابغى احارب ذولي الان، وبحاربهم راح يجلدوني. باخذ حبه الفطر هذه بطريقي. كيف حالي يا خوي؟ السلام عليكم. اضرب بالبوق حقك لين تشبع. فانا ابغى اجي هنا، هذه المنطقه اللي هنا ابغى اجيها، محدد عليها اوريدي انا بالخريطه. المنطقه هذه فيها بوس، البوس هذا مره حلو وكويس يعني، قوي 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 حرفيا قوي. بس ابغى اشيك على اشياء، اشوف هذه افضل لي بالبسايكل. كويس انزل، خلنا نروح. يا انه العالم متشبع، انا قد ما اقول متشبع ما خلص. انا حرفيا حللت البيتا تحليل، ما ادري كم بوس حربت، ما اقدر اعدهم كثار. ومنطقه بيتا منطقه صغيره يا جماعه الخير. اوكي جهز لهذا، خليني نشرب هذه ونقول بسم الله. اصبر يا خوي. شكرا. يعني حالف علي اني ما هيل نفسي فل صح؟ طيب عادي ما راح هيل نفسي فل خلاص. الحين انت راح تجيني زي الاهبل. لا كان يبديني اسوي. اوكي شكرا. طيب والله يا ربيك بعطيك 1-0 الان، خليك تصارخ. شايف كيف 1-0؟ هذا البوس يعني وانتو كرامه زي الكلب، ما يحب يبعد عنك، اليف تراه، عامله بالفه يجيك يعني. انا اعلمكم الحركه وشو الان، خليه يضربني ضربه اذا ما ذبحني يعني، وريكم شيء.
بعدين اوريكم يا المره الجايه اوريكم. نعطيه 1-0 زي قبل شوي. وركع. تعال تعال يا مسكين. على بين ما تقوم تاكل الضربه الثانيه. لا 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 تعال. والله اني عرفت انك اهبل. اقول ما تموت موت بس موت. عرفت انك راح تجي. حرفيا لو تتعامل معاه بهذه الطريقه يكون من اسهل ما يكون. بس اذا تتعامل معاه بطريقه اصعب راح يكون اصعب. طبعا اعطاني الباري قدره سحريه اضيفها على درعي يصير اول ما اصد يسوي باري شو اسمه للاعداء. لكن القدره هذه طبعا ما اقدر اضيفها الا عن طريق اني اروح البونفاير شو اسمه النعمه جريس. وهنا في نعمه خبر اذا ما خاب ظني. بس دقيقه طريقي وين. خل اروح على جريس هنا قريب. الاجواء رهيبه الذئاب ارهب. الاجواء رهيبه والذئاب ارهب 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 ارهب. بسرعه بسرعه انزل 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 بسرعه. خذ خذ الجريس خذ الجريس قبل يجون قبل يجون. اقدر اقدر انسدح خلاص هم قريبين مني. صدق اذبحوني هذه مي فارقه. راح اعيد من هنا وفلوسي جنبي وانتم موجودين انتم يا المريحين. ناخذ هذه اللفيفه الطيبه. في هنا اغراض ثانيه باقي يسار يمين. ابلع حرام. كيف يا خوي كذا؟ غيرت رايي والله قلت ما خليهم يذبحوني افضل. اعطاني شو اسمه رجع هيلثي فل واعطاني شو اسمه. يلا عوافي. هذه القدره السحريه اللي تعطيك كذا ترى تفك لك ازمه. ما تطلع لك دايم يعني اذا ذبحت قطيع على اخر واحد يعطيك هذا الروح الحمراء تعبي هيلثك فل. العموم ماني انا اخذت الجريس اللي هنا. نركب حصاننا ونوجه على بوس قريب. ماني محارب في فون. طبعا البوس اذا ما خاب ظني كان هنا. البوس اذا ما خاب ظني هذا هو هنا. هذا هو هنا اعتقد. هنا هنا صح الا هنا. هنا هذاك من نايم يسوي نفسه نايم. قوم يا خوي قوم قوم يا مروح. ما هذا يعتبر ميني بوس ترى مو بوس لانه الهيلث حقه ما يطلع طويل عندي. هلثو على فكرة ترى دائما هلثو نص يعني مو هلثو فل. شكرا. شكلي بموت علي يدينا. ناوي على حصاني. تكره حصاني صح؟ خليني اشوف هلثك كم؟ هلتك خرطي صار. أوه. ما ادري كيف ما جتني. مات باقي شوي. يا ساتر تكفى موت تكفى موت موت. اوه اعطاني something stone shard nice. يلا اروح اطور سيفي. طبعا هذا هيلث نص البوس ما ادري ليش. المهم خلنا نروح نطور. خلنا نروح نطور نذبح بعضا من الاغنام. اعطونا 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 من هاللحم وهالعظام نسوي منها اسهم نضبط امورنا صح؟ تعالي. الان انا ابغى ارجع للمنطقه اللي هي هذه. نروح على الشايب خوينا بابا نويل. انا اسميه بابا نويل. لبسه يشبه بابا نويل اللي هو هذا. هذا هو فعليا لابس بابا نويل اذا ما خاب ظني. فعليا لابس بابا نويل. بابا نويل عنده هنا التطوير. بطور سلاحي هذا.
حكم اني استخدمه واجد. يبغالي ستة صم. هو من وين اجيب ستة؟ بس كويس الان سلاحي صار يعني ها صار اها كويس. صدق ما ابغى اسوي عندك شيء الان. ودي اذبح الشباب، ودي اذبح الشباب اللي هنا. نايس والله يعني حركت هذا قوية مرة. كذا كذا تشحنها صح؟ تعطيه؟ سلام عليكم. طبعا هنا ما يمديني اخترق المنطقة هذه. تعالي. هذه عبارة عن اغراض. نايس اش فورك. هذا ترى اضافات تضيفها على السيف. العيد. ابلع. شكرا. هي احول يا احول. يا خوي الله يرضى عليك موت. ليش تأيم على البعيدين؟ اللي هنا الحشرة الماعز اللي هنا. أكسر لك الصناديق هذا اللي قاعد تفجرني فيه. ما كالعادة المنطقة اللي فيها السحر هنا ما يمديني. لو تلاحظون في صورة كذا قبر على اليسار طالعة أو باب، لو تلاحظونه فوق البارير شيلد. طبعا هذه يعلمك أنك يمديك تسوي سامنينج. بس أني بعدت عنها واجد الحين رجعت. يوم أبعد اختفي معناته ما أقدر أسوي سامنينج. خلنا ناخذ الجريس هذه. ورست هلثنا انه قدامنا بوس طيب. البوس اللي قدامي ما جربت عليه ولا مرة احارب هذا السيف. لكن دائما لما اوصل هنا اكون ساحب على السيف. بس الان معي سيف قوي. شوف كيف راح يكون الوضع. تابعوا الكتسين. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. صار انا اسميه حالي حامض. عنده ضربات حالية تكون بطيئة وعنده ضربات حامضة تكون سريعة. هذه حالية. فأقدر اعطيه. والله دمجي كويس بالسيف. والله كنت اعاني قدامك يا خوي. ترى انا هذا قعدت عنده تقريبا قربت الساعة واكثر. ممكن غيري ساعات كثيرة ترى اصعب بوس. اوكي هذه ضربة حامضة. او حالية معليش انا بطيئة. ضربة. انا هذا البوس ما احب اكون معاه يعني اجريسيف. لأنه يجلد ترى ولا يبالي. جرب. أوكي. ما جرب حركة المجد. ضرباته الحالية ذي ترى صعبة. يطول يعني يضرب فيخربطك بالدج. وضرباته السريعة يجيب لك إرر بخك. يعني زي ما شفتوا هذا البوس عبارة عن ضربة ضربتين انت مولي ودي على الملاعب. اوكي وين رايح؟ تعال تعال. وعلى فكرة يعني يركز زيك يعني ما يهجم كذا يعني على الكيف. بس في ضربات يتعاقب عليها زي هذه. يتعاقب عليها ثلاث ضربات. اوكي لازم اكون مركز. أكون مركز. انجز انجز تكفى. خلك بس انجز. بس شغلتك بالحياة نكس. بس انجز بس انت بس انجز علي وما عليك. أمورك إن شاء الله طيبة. طيبة. أوكي تعالي بهذه الحركة. هذه الحركة. دج. وإذا كنت وراه ما يحتاج تسوي دج مرة ثانية. أوه فيس 2. أنا عاد متدرب عند الخوي.
جردي جل. هذي حامض. استغفر. اوكي بيطب علي الان. اوكي 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 اوكي. انهبل انهبل انهبل. انهبل انهبل طق مخه. المختار مع السلامة. بتموت يا خوي. جايك منجهز انا. تعال. ما يمديني. ميت الحين بيطب علي. ميت ميت ميت. يا الله مخه خلاص. الله يا الموسيقى. طير علي طير علي. خلني عاقبك. عقوبة لأنك قاعد تطير يا أهبل. ميت أنا. أنا ما أحب أطمع بألعاب السولز. ألعاب السولز علمتني أني ما أطمع. علمتني أني ما أطمع. صح يا خوي. أوه أركض بسلام. تذكر. نعم نعم. طيب طيب. طيب والله انه زعلان. والله انه زعلان وحاقد حقد. شو بتحبس انقلع بس. تعال يا الثاني. تعال تحب تاكلها من راسك من ورا يعني. لا يبريت ذاك. لا تقطع لي قنابل نار يا الملوح. اوكي خلني اخذ هذه واسوي كذا انه في واحد هنا فوق ولا طب. هو طب نفسه. طب يخرب بيتك ما احقدك. سلام مساكم الله بالخير. خلكم جالسين يا شيخ. ايش فيكم خلكم جالسين. اوكي رونن رون فراجمنت. اوكي هذه تعطيني ايش اسمه رون. ابلع. بنظف المنطقة كلها هنا. روستيرون. اوكي. اوكي خلينا نقرا الرسالة الموجودة هنا. سترونج فيو اهيد. طبعا قبل ما افتح الباب بما انه هذا حاط لي كلام بهيئ نفسي. وبعدين بشرب هذه اللي تزود استمنة حقتي. لأن اللي قدامي مرة قوي. والله اني جلدت عنده جلد كثير. هذا هذا شايفين هذا. بس انا لو استخدم ال ايش صار؟ تقفل. اوه تقفل الباب لاني جيت اول مرة اجي. لا يا شيخ. طبعا هذا زي ذاك خوينا يحب يدرعم. بس هذا درعمته اسرع. وفقت وفقت. ميت 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 ميت. موت. من اول مرة اجيك يا مروح. اعطاني مفتاحين كأنه صح. وات هنا في باب. وهذا نفس ال اوه هذا اللي ذبحته من اول مره. اعطاني مفتاحين. مفتاح اهرب افتح الباب. اوكي ترى جلدني جلد. المفتاح الثاني. المفتاح الثاني اللي هو هذا الباب اللي شفناه قبل شوي. نفتح الباب وندخل هنا. يقول لك انتظر لين تنزل النسخه كامله. طبعا بكذا انا اكون خلصت تقريبا اهم الاشياء اللي في البيتا. طبعا في دناجن كثير ما وريتكم اياها يا جماعه الخير. ما حبيت صراحه اني اتطرق لها. حبيت اني اخليها لكم تستكشفونها. سواء انت كنت من الناس اللي جاك الكود فاستمتع. وسواء الناس اللي ما جاك الكود فحظا اوفر. وانتظر ان شاء الله تعالى في المستقبل في حال ممكن صار في نسخه جايه او انه النسخه الرئيسيه اللي ما باقي لها اصلا قرابه الشهرين تلعبها كامله وتمزمز عليها وتحللها تحليل. خليني اوريكم الان الباست تايم. نروح نايت فول. أجواء الليلة الرهيبة. أجواء الليل جدا رهيبة. طبعا إلى الآن أنا عند الفجر فشوي وتغرب الشمس.
إن هذا ما فتحته صح؟ فتحته صح يا خوي؟ يا خوي يا خوي الله يهديك. بس معاك بوق أنت تستدعي الموجودين كلهم صح؟ ما أدري أنك موجود هنا. واروح اذبح البوس حقهم. لا يشوفني. عندهم المشكله كلب. ما شافوني. انا خايف من الكلب والله. ما شاء الله معاهم الحديد. وين الكلب؟ الكلب وين؟ الذيب هذا مو كلب. يا رب بس ما يحجروا لي. صار الله. والله داري بالدرع. هذا يا ساتر وش الدرع اللي عندك يا خوي؟ عاد تكفى عاد لا تقعد تفل امها علي. اوريك حركة الساحر المغوار. وهنا في دنجن. عندكم دنجن. اوكي طيب. حركة تذكرني واحد خبيث في ديمون سولز. يذبحني. كويس انك درعمت. لو انت مدرع ترى ما كنت قدرت اذبحك يا خوي تدري. بس نصيبك الموت في النهاية. نصيبك الموت والموت والموت. كاتبين do not expect something. ما عليك انا اعرف وش اتوقع اشوف. خلنا نفتح بس الدنجن ونشوف ايش فيه. اش فور اوكي. خاصية السلاح حقي نايس. الاجواء رهيبة في الليل. الاجواء رهيبة في الليل بشكل مجنون صراحة. انا عشقت اجواء الليل مع انه يقولونها اصعب. تستاهل والله انك تلعبها. اي والله تستاهل انك تلعب اجواء الليل. ناخذ لنا فر على هالبحر الجميل الرائع. المنطقة ذيك الحلوة. نشيك لعله وعسى نحصل شيء. كيف الحال يا شبيبة؟ كيف الحال؟ السلام عليكم. ما تبغى مشاكل؟ انا برضو ما ابغى مشاكل. ابغى اشتري من عندك اللفيفة هذه. ابغى اشتري اللفيفة هذه تكفى لها انت. وابغى اشتري دي الاشياء لعل وعسى انها تفيدني بالكرافتنج وذي الامور. طيب كذا نكون خلصنا تغطيتنا لعبة Elden Ring. الله يسعدكم جميعا. شكرا لكم على مشاهدة المقاطع. كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. شكرا لكم على المتابعة. اتمنى يكون كفيت ووفيت. اتمنى اني يعني علمتكم اشياء افدتكم باشياء كثيرة عن Elden Ring. لعبة راح تنزل ب 25/2 تقريبا. مو باقي لها الا شهرين وعليها بشوي. وراح نستكشفها ونلعبها كامله باذن الواحد الاحد. لعبه جدا رهيبه. ما ودي اني اقول الكلام زي ما ذكرت في المقطع السابق واحرق مقطع الانطباع حقي، لكنها لعبه رهيبه. لعبه حرفيا عجبتني جدا 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 عجبتني. يعني انا ما بدون ما اخفي عليكم من يوم سكت بانداي ناموكو اعطوني الكود وانا غارق في بحر Elden Ring.
ترى البيتا فيها تشبع مجنون يا جماعة الخير. أنا ترى عرضت لكم إياه ولا شيء، في أشياء كثيرة بس ما حبيت أستعرضها، حبيت أنك أنت المشاهد تستكشفها بيدك سواء جاك الكود أو اللي نزلت في النسخة الرسمية. الله يسعدكم جميعا، المنظر الرهيب هذا. الله يسعدكم جميعا، شكرا لكم على المشاهدة إلى هذه النقطة. ودي هالمقطع، ودي أجلس كذا أجلس هنا وأناظر، والله العظيم منظر رهيب. انتظروا مقطع الانطباع عن Elden Ring. في نهاية كل مقطع قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.